بلينكين يصل تل أبيب على وقع استمرار قصف غزة وارتفاع حصيلة الضحايا. الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 جنود خلال يوم واحد من المعارك في غزة. إسرائيل تغتال عنصرين من حزب الله وتقصف سيارة خلال تشييعي الطويل. في اليوم 95 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي استهداف قصفه الجوي والمدفعي في مناطق عدة تركزت بشكل خاص وسط القطاع، ما خلف عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 23,200 قتيل ونحو 60,000 جريح منذ 7 أكتوبر. في غضون ذلك بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين تتناول المرحلة التالية للحرب، في وقت قالت فيه تل أبيب إنها تتجه لخفض وتيرة عملياتها بغزة. من بين أكثر الأيام دموية عليه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 9 جنود وضباط وإصابة آخرين بينهم جروح خطيرة خلال يوم واحد من المعارك الجارية بقطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب إلى 519 قتيلا بينهم 185 قتلوا بالمعارك البرية. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن تفاصيل تلك المعارك التي قتل فيها الجنود، لكن حركة حماس كشفت عن تنفيذ مقاتليها عدداً من العمليات القتالية وسط وجنوب القطاع، وقالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة جنود وضباط إسرائيليين. في استمرار للتوتر والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبعد الضربة الموجعة التي طالت حزب الله باغتيال القيادي وسام الطويل، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الغندورية بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان بصاروخ موجه، ما أسفر عن مقتل عنصرين من أعضاء حزب الله بحسب اعترافه. في سياق متصل، استهدف قصف إسرائيلي سيارة على مقربة من مكان تشييع القيادي الطويل في بلدة خربة سلم التي يتحدر منها، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. إلى ذلك أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في إطار الرد على اغتيال القيادي الطويل ونائب رئيس حركة حماس صالح العروري. على وقع التصعيد الإقليمي جراء الحرب المستمرة في قطاع غزة، شهدت المياه الإقليمية العراقية حادثا بحريا، فقد كشفت مصادر العربية أن إيران احتجزت سفينة تجارية ترفع علم تنزانيا داخل المياه العراقية. المصادر أوضحت أن 5 زوارق حربية إيرانية اعترضت السفينة عند دخولها المياه العراقية وتم رفع العلم الإيراني عليها، فيما لم تتضح تفاصيل أخرى عن هذا الحادث. وإلى خبرنا الأخير بعيداً عن السياسة، يستخدم معظمنا زجاجات المياه البلاستيكية لاعتقادهم بأنها آمنة وصحية ولسهولة استخدامها، لكن دراسة حديثة وجدت أنها يمكن أن تحتوي على 250,000 قطعة من البلاستيك يتم إنشاؤها عندما تتحلل المواد البلاستيكية الدقيقة بشكل أكبر. تقنية طورتها جامعة كولومبيا أظهرت أن الكمية الفعلية للقطع البلاستيكية العائمة في الماء تصل إلى 100 مرة أكثر مما كان يعتقد سابقاً عند تضمين جزيئات البلاستيك النانوي، وهو فئة جديدة من التلوث.